السلام عليكم إخواني أخواتي، لواسر مبروكة وليلة سعيدة. ودائما كنقول لكم لواسر مبروكة عيد الأيام الله كاملة عواسر. إخواني أخواتي، ما تبخلوش علينا بلايك وبأبوني فضلا وليس أمرا. يلا خبط ديك أبوني وديك لايك بس زول عليك. أختي خواتاتي، الموضوع ديالنا اليوم قصة واقعية ولكن للعبرة وليس للفرجة. الأخ سعيد، أخ سعيد كان كينتمي لواحد الطبقة متوسطة، وكان عايش الحياة ديالو مزيانة مع العائلة ديالو. العائلة ديالو كل واحد شني خدام، وكل واحد شني ميسر، ماشي خدمة عادية. خواتو كاملين موظفين، وكل واحد فيه موظف. سعيد هاي بدا يخدم الخدمة ديالو، وهادي بدا يخدم هنايا وهنايا وهنايا وهنايا، حتى هادي تطور الخدمة ديالو. ما هو قاري وهادي كيدفع السيفيس ديالو، جبر الماستر ديالو، وبدا كيدفع في الشركات. هو عنده معدل عالي، شحال من شركة دفع فيها كيردو عليه، كيدير مكيردوش عليه. ولكن واحد الصديق ديالو نصحو بواحد الشركة، قالو هاديك كيخلصو فيها 8000 درهم. تفهمتي؟ 8000 درهم وفوق ونتينا ماشي كل ما بقيتي معاهم، وبسيقولو بهادي كلشي. سعيد بدا كيفكر، قالو موخ فعليلو. دخل ديك الشركة بقى فيها، كان مع واحد الحفل كان جايز، كيستمع المدير المستشار الانجيريو كامل المهم تما كيستمعو. وهو سعيد ديك النهار هذاك أيدي لعب له الحظ، أيه رزيق من عند الله سبحانه وتعالى. وبعول عنده دوق محلو، وحلو في الطقم ومقبول، وعنده القبول مع عباد الله، والابتسامة ديما في الوجه وضحوكي. وهو يعجبو الباترون، مدير ديال الشركة عجبو، غير كيشوف عيده وكذا، وبدا كيشوفو كيشوفو كيجي في وجهو كيضرب له في وجهو، وهو يعجبو. أجبو عيدا عيط له، قال له هاجي تينا فين خدام، خدام مطعم فلان فلاني، شمن بوست فلان فلاني، تينا شمني بخرج من المدرسة، خرج فلان فلاني قدا وقدا كذا راه قدا وقدا. هي عندك مع المعلومات بزاف، هي عندي مع المعلومات. إيوا جبرو ديك الإنسان المتعلفين، هو ما يسهلوش. هضر معاه بالإنجليزية جاوبو عليها، هضر معاه بالهولندية جاوبو، هضر معاه بالإسبانيولا جاوبو، عندو اللغات كاملين. فهو قالو نتينا عندك واحد الموطع تقدر تربح 2 ملايين في الشهر. 2 ملايين في الشهر سعيد ما كانش يعملها بالحسبان مرة. وفي المغرب 2 ملايين بانت له، حقق الطموح ديالو كاملين، وحقق كل شي ديالو. سعيد كانت كتعجبو واحد البنت لمياء، كان كيحماق عليها وكتعجبو. وهاد البنت هادي من العائلة ديالو، بنت خالتو. هاد بنت خالتو هادي ما عندها شي باباها، ولكن عندها يماها. يماها خوسي ماشي من الذين سلاموا، من الذين كفروا، ومن شر ما خلق. ولكن ما كتحملش سعيد. سعيد تقدم بغى خطبة، دايما كتعارض له. تقدم بعيدا واحد الساعة مشى تعاود مع الأم ديالو، قال لها شوف يما، أنا كتعجبني لمياء، ونسينا سقط اختباري مع عند أختك، وأنا خالتي كنحشم منها، وخالتي عندها شي هضرة بشكل ما كان بغيش نهضر معاها. تينا هضر معاها وتشوف شني كاين. هضروا معاها، ولمياء تاهي كتبغي سعيد، ولكن خفية غير بالأنظر.
ساعي تبدا كيتقرب عند الانبياء، بدا كيعرفها فين كتكون، فين كتجلس، فين كتمشي، فين كتجي، بدا كيواسيها، بدا كيتلاقى، عرض عليها، بداو يجلسوا مع بعضهم، هادي في الدار كيعمر معاهم، كتجي هو كيقول لها اجي عندنا للدار عند خالتك، كتجي هي عاود، كيبقاو يتعاودوا النمرة، كيتواصلوا مع بعضهم، ضربوا واحد عماين، بقاو مع بعضهم، وهو كيربح الفلوس، جوج المناعين في الشحام من التسعة، حتى هي عاود بنت الناس الله يعمرها السلعة، بغاتو بلا فلوس بلا والو بلا وظيفة، عاد من الوظيفة هو، بس قال لها شني هي، قال شو انا ديك الخدمة اللي كنخدم فيها وكدا وهادي ما كنربحش فيها 5000 درهم، انا غير كدبت عليك، سمحوا لي ما قلت لكم شي هادي، قال انا كنربح 6 المنايير وهادي، نشريو الدويرة ديالنا وأتوها وأتت هنا الذوق ديالك وهادي، ونمشيو بمسيرة موفقة. هي فرحات ودايما فرحانة معاه، ما عمرو ضربة، ما عمرو تعصب عليها، ما عمرو تكرفص عليها، ما عمرو مخلي كل شي كيجيب وقته، أي حاجة كيجيب وقتها، هو الحب جا وقته وشي كيجيب وقته. الأم ديالها ملي سمعت السيد ماجي يخطب بنت خالته ماجي عندها، العيل دختها ماجي عندها، هي وأختها عايزونا عندهم يخطبوا العيلة، ترونت خطبوا العيلة وهادي، بقاو هايدا ولكن قاتلهم، سمعوني كاغي تصدق ما تضربوهاش، كاغي تصدق تصبروا 4 شهور عاد نضربوها، لأنه يعني شي لوازم باقي شي مسائل خصني نجمع شي وراق وهادي. ساعة قلنا المصيبة ديالو اللي هي خالته، ما كاين حتى شي مشكل، الدنيا هانية، صافي صافي خالتي نايمة، هادشي اللي كاين، صافي الصلاة عني. خالته اسمها نايمة، صافي السيد تكافى، وبقى 4 شهور، قصر الأولي، قصر التاني، قصر التالت، قصر الرابع، رجعت خالته مكتعمر معاهم في الدار، ما عمرها جات جلست مع أختها في الدار، وما عمرها عمرت معاها، وما عمرها تناقشت معاها، حيت هي حمرا فيها الكبرانية، وفيها بزاف د الحاجات، ماشي بحال بنتها شعبية وشكنية، وهي لا. وهي كانت جابت هاد النعيمة هادي، يما هاد العائلة جابت السحور في يدها في الشهر الأخري، بس دروش تو سبحان الله، العواول صغارين كيقول لك معاهم الملائكة، والعواول صغارين فيهم الملائكة ومعاهم ملائكة، وسبحان الله وإلا جاون عندك كتكون تينا إنسان مزيان، عندك هما والقطط، العائلة صغيرة كتلعب في الكتاب هيدا وكذا رسم، وهي تشوف خالتها كتسيب الملح، كترش الملح في وسط الدار، بيت النعاس، فادي فهمتي، في الكروار كتسيب ملح هيدا، ديك العيلة عندها التليفون وهي تصور خالتها كذا من ديك الشي هيدا، وهي ضايط أيما، المهم خالتها مشات بحالها هادي. خرجت ديك العايلة بقى في متعة جالسة، عيطت سألو أماما أماما، قاتلة شنية، أخاي أهادي، عيطت لهم كاملين، قالت لهم كل شي بقى في متعو، تا واحد مقرب من هاد الجهة، وهاللي كاين وهاللي كاين وهاللي كاين، خاها ما تخشي بركة من الخرابة كده هادي، يما قاتلو جلس استخطر تبقى في متعك، جات ديك العايلة اللي تابتة عيطت من بابها قال لهم بقاو في متعكم ما تحركوشي، جا في يد واحد الراقي، ومن جا داك الراقي عمل ما القرآن وقرأ في القرآن، وبدا يبطل السحر، يبطل داك السحر كامل وهادي، عرفوها ساحرة، موراها اللي قالت تفرشت وهادي، جات الهضرة بقات كتداول، انتوما بغيتو تهموني، اختها عيطت لها جيتي عملتي الملح هنايا الفيديو ديالك كيفاش، قالت لها انا اختي كنعمل الملح لان بنتي مجان الدار ديالكم، انتينا كتهضر في العروسة ملي كتكون مجان خصنا نعملو الملاح، هذا العادة ديالنا الوالدين ديالنا، انتينا عارفة اختي وكذا،
يا اختات هي قاعدة قالت انا اختي مبلية من ملاح كداك الجين كدا هادي هي ما قاعدة من الملاح واخا كوزوها لهيدا. رانا واحد النهار سعيد خدام وسعيد ما كداش ولم يأتي ياخذ هاد الخرافة هادي كوزالة ما كاين حتى شي مشكل. واحد النهار خدام سعيد خدام للنية ديالو هادي وماشي كيخدم هيدا وهي تجي نهار الجمعة كانت جمعة وهي تجيب له لمياء سكسو للنية ديالها لمياء على النية ديالها حق الأم ديالها الأم دلمياء ديك سكسو مخدوم مزيان فيها السحور وفيها هادي وفيها بخباخة بخبيخ لما نقولكم فيها السحر الكابال السحر الأسود. ولكن لمياء ما عرفاش جابتلو قتلو كل كده وهادي هاسك سو جبتو لك كده هادي ويلا تنزلو هو يتعيط له يمه كيف تينا واش ما جيت تغدى ولا هادي قالت له قال لا لا والو ما نجيش الوالدة نتغدى انا جابت لي لمية سكسو كده عدلات وخالتي وهادي نايمة عدت سكسو زي جابتو لمية قالت له ابني عاود السخط الرضا عندك دا قول ديك سكسو تفاداها تفاداها ولا قول لها عين ولا قول لها كانت قول لها تقيا ولا قول لها كرد ولا قول لها المعدة مهمة دا كلوشي. جات لمياء قالت له قول شاند قول سكسو قال لها لا والو انا عيان وكذا ومريض وهادي كذا ما قدرش اودي قول شاندك شنو يستجاب لك الله في شي حاجة عاود شاندك او في كلوس هو كذا انا ناكلو قدامك شوف بقات هي كداكلو لمياء كداكل سكسو لمياء بقات كداكل 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 مشات فحال ضربت شي شهر شي شهر وشي 3 ايام هيدا وما كيتلاقاو بعضهم عاديين كدا والاعراض بدو كيبانو على لمياء. لمياء بقات كضعف بقات هادي بقات العايلة كترجع صفرة وتبان ضعيفة وتبان هادي. واحد النهار لمياء جالسة في الدار سعيد مع خالتها ومع الخطيب ديالها ومع هادي هو ينوض باباه سعيد باش يصلي العشاء والعشاء كيتبع الشفاعة الوتر. رانا هو كان عليه المغرب عاد يصلي العشاء ويصلي الشفاعة الوتر صلى المغرب والمغرب كتصلى بالجهر والعشاء كتصلى بالجهر. الصورة الأولية بقات وجهها كيتعوج الصورة الثانية بقات كتضحك الصورة الثالثة بقات كتقول لسعيد قول له يسكت قول له يسكت قول له يسكت قول له يسكت قول له يسكت. الناس كيسمعوها كيسمعوها هذيك العائلة ديالها كيقولوا شعندها لمياء مالها شعندها لمياء كتقول هادشي هذا كله يسكت كله يسكت كله يسكت. واحد الساعة ملي كمل الصلاة ديالو هادي ملي كيركع كمل الصلاة ديالو هادي وهي تفطن بحال يالله فاقت جاو قال لها شان سعيد قال لن لم يأسان ديك تقول لنا قول سكتو قول له يسكت مالك شني واقع لك قال لنا ما قلت له انا ما قلت والو انا عادي انا جالسة انا هادي. قام كيشوفوه بعضهم هو هادي وهو سعيد يهضر مع بابا قال له اجا الوالد قال له ملي كنتي كتقرا وهادي قال له الوالد ملي كنتي كتقرا و كتصلي العشاء العائلة كتقول لي قول له يسكت قول له يسكت ما تحملش القرآن. قال له بلاتي عيطون ديك الانسان شكون هو الراقي عيطون ديك الراقي جانا عندها يلاه ماشي يجلس يعد كدا ويدخل يماها دخل ما اش عندكم شهادة نوري بنتي هاد نوري بنتي بنتي كدا هادي كدا خرجاتها وكدا وهادي الفقيعة الفقيعة وهي ديها بحالها وهي ديها بحالها وما خلاتهاش الدواء فهمتيني لأن شكون التاق الفقيه ملي مشات بحالها وجراتها الفقيه قالو الأم ديالها كرشة العجينة وهاد خرج على هاد البنت هادي وهاد البنت هادي غتبقى تقاعدة شوية بشوية شكون السبب ديالها هي الأم ديالها
دابا هي الأم ديالها ماشي براسها، سكسو كلاتو بنتها، سحاب لها كلاها العايل، فهمتيني؟ سحاب لها تحرمت العايل يقراو عليه، وهي بنتها اللي كانت تقرا عليه، وكانت ماشي تفرش باللي كلات السحر في سكسو وهادي كدا، والعايلة كانت ماشي دارة في يماها، فقط الأم بغات شي بس يعرف دارة في العايلة الحقيقة. وما خلتش يكمل، وما خلتش القراية بس ترقى، ووقفت داكشي هذاك، وصلت على النبي وسقط فرقه، وديك العائلة ما كملوش بسبب الخالة ديالو اللي هي سحارة ودجالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يبعد علينا السحارة أخوتي، الله يبعد عليكم الشياطين والفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم، يستودعكم الله.